لا تحزن ولا تقنط من رحمة الله. يقول البارئ عز وجل في سورة الضحى: ما ودعك ربك وما قلى. فانقطاع الخير عنك لبعض الوقت هو تهيئة لفيضان خير جديد لك، فمن لزم الحمد تتابعت عليه الخيرات والبركات، ومن لزم الاستغفار فتحت له المغاليق، ومن لزم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد ما تمنى وغفر ذنبه وكفي هم الدنيا والآخرة بإذن الله. فأكثروا منها، أي من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: لن تجد أحن من الله عليك، فوالله لو يعلم الساجد ما يخشاه من رحمة الله في سجوده لما رفع رأسه من الخير الذي يهبه الله للبارئ عز وجل.